عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الخامس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه من عائلات بطوله العباقره هتساوي مبلغ نقد. في مرحله المجموعات كل نقطه ب 500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في نهايه الموسم سوف تستثمر لدعم المراه المعيله والشمول المالي. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 2,795,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. الموسم الخامس لعباقرة العائلات رمضان 1444 هجرياً 2023 ميلادياً. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثانية، واللي بتضم عيلة نيازي في صدارة المجموعة بست نقاط و335 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني عيلة جاد بثلاث نقاط و455 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث عيلة غانم بثلاث نقاط و360 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع عيلة طه بثلاث نقاط و280 نقطة إجابات صحيحة. أول عيلة مشرفانا في الاستوديو فريق قوي معاه ثلاث نقاط، كسبوا مباراة وتهزموا في مباراة، فرصتهم الوحيدة هي الفوز. من السيوف محافظ اسكندرية نلعب كلنا بعيلة طه. مبسوط بعد أنا الماتشين اللي فاتوا وصحابي اللي شافوني شجعوني إن شاء الله نكسب النهاردة. الحمد لله ربنا كرمنا الماتش اللي فات وتوفقنا هنلعب البطل على نيازي، ربنا يوفقنا وربنا يوفقهم وفي كل الاحوال اللي احنا كسبانين معرفتهم وكسبين وجودنا في البرنامج. كل يوم بنيجي في استوديو العباقره بنكتسب معلومات جديده، بنتعرف على عائلات محترمه وجميله جدا. الاشتراك في البرنامج اضاف لينا ولاسرتنا كتير. الحمد لله ربنا وفقنا الماتش اللي فات وقدرنا نجمع كميه من المعلومات اكتر عشان يكون لينا فرصه في التاهل لدور الثمانيه. عيلة طه الحمد لله على السلامة. أخباركم إيه؟ كله تمام. يحيى أصحابك بيقولوا لك إيه يا يحيى؟ لا خربين الدنيا في بالك كده. احكي لنا أكتر، إيه المواقف اللي عجبتك؟ لا هم كلهم فرحانين قوي يعني. أنتوا عاملين موسم حلو الحقيقة. طبعًا أنتوا أصحاب المركز الرابع في المجموعة، ولكن ماتش النهاردة بالنسبة لكم ممكن يغير حاجات كتير. صح. أهم حاجة إن أنتوا تكسبوا. إن شاء الله. ثلاث نقاط يوصلوكوا لدور الثمانية. إن شاء الله. ولكن ماتش النهاردة مش سهل. طبعًا ماتش صعب. أستاذ مصطفى أخبارك إيه؟ الحمد لله والله يا مستر. ردود الأفعال عاملة إزاي؟ الحمد لله يعني جيدة وفي دعم الحمد لله رب العالمين، ويعني إحنا بذلنا جهدنا والحمد لله رب العالمين. مدام مي إزيك؟ إزي حضرتك؟ قلقانة. أصل القلق بيدخلني في بانيك، فأنا مش عايزة أقول إن أنا قلقانة، لا أنا عادي، أنا جاية أتبسط وأتشرف بمعرفة. حلوة انبسط دي. أوه. اسكندرانية اسكندرانية يعني. جميل. لا عندكم لغة دمها خفيف زي البورسعادية كده. أوه. عندهم برضو أكسنت كده. صح. زي لغة الصعيد، أجمل لهجة. صح. طبعا. إزيك يا ياسر؟ الحمد لله تمام. عامل إيه؟ أهو تمام والله الحمد لله. أخبار اسكندرية إيه؟ كويسة. حلوة في الشتاء. وفي الصيف. لا الاتنين. في الصيف بتبقى زحمه. لا 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 ما بحبش اروح اسكندريه في الصيف ابدا. انا بحبها زحمه وكورنيش واقف ومشاكل. صح. لا 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 الشتاء اسكندريه عظيمه. أوه. اولا الجو حلو. ايوه. الشوارع رايقه واهل اسكندريه ودي اجمل حاجه هم اللي عايشين بقى فيها. ايوه صح. ولكن في الصيف اهل اسكندريه بيختفوا. صح. صح صح بتستخبوا. بنسيبها بقى للزوار. يا سلام على الكرم. امال ايه؟ عيلة طه ماتش النهاردة ماتش مصيري. بس إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة طه. أما العيلة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو أول المجموعة بجدارة وبطل الموسم الثالث لعباقرة العائلات،
هدفهم الحفاظ على القمة من بنها محافظة الأليوبية. نلعب كلها بعائلة نيازي. مبسوطة بأدائنا لحد دلوقتي وإننا قدرنا نجمع 335 نقطة. أتمنى إن احنا نكمل على نفس الأداء ونجمع أكبر عدد من النقط عشان نساعد البنك الأهلي في دعم المرأة المعيلة والشمول المين. الحمد لله احنا دلوقتي معنا 6 نقط متصدرين المجموعة، عايزين نكمل المشوار ونتأهل لدور الثمانية وإن شاء الله نحصل على الكاس في النهاية. إحساسي بالتوتر انتهى بعد تصدرنا المجموعة وبتمنى إن احنا نكمل على نفس الأداء. من الرسائل اللي بتجيلي من مختلف الدول العربية بشوف إن برنامج العبقرة بيساعد في نشر الوعي والثقافة على مستوى الوطن العربي كله، وأنا طبعا مبسوط جدا إن أنا بساهم في ده. عائلة نيازي الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك مدام منال، ألف حمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. إحنا تعبينك معانا، مش إحنا بس، العيلة كلها تعبك. لا بجد إحنا مقدرين حجم المجهود اللي حضرتك بتعمليه، يعني لسه قايمة من عملية وبتيجي، يعني مش عارفين نشكرك إزاي وأسفين والله. لا والله يعني إحنا عارفين العباقرة عائلات، لازم العيلة، فمش بمزاجنا. لا الحمد لله طبعا وجودكم عائلة نيازي بالنسبة لنا مهم جدا. وبقى معانا نجوم مهجة بيتي ترند. ايه يا محمود ده؟ هي بتقولي كده على طول وانا بقول لها كده على طول. لا بس هي بقت ترند بجد مش هزار، يعني البوست لف في مصر كلها. بيتي اشهر اهلاوية في مصر دلوقتي. صفحات الاهلي كلها مشيرة. البوست بيقول ايه بقى؟ نفتكر سؤال ما كملتوش فراحت قايله الاهلي قبل ما حضرتك تكمل. سألت السؤال ما كملتوش. مهجة قبل ما تسمع اي حاجه، ما هو الفريق الاهلي؟ ما هو الفريق الاكثر؟ ما هو الفريق الاكثر؟ يبقى لازم يبقى الاهلي طبيعي. اخبار الموسم ده يا محمود احكي لي، ردود الافعال عامله ازاي؟ والله انا عايز اقول لحضرتك ان الردود معديه مصر، مغرب، جزائر، السودان، رسائل من كل حته وسلامات من كل حته لحضرتك وتقدير لكل حته لحضرتك ولاسره البرنامج. يعني انا مش قادر اقول اسماء من كتر الناس اللي بتبعت لي وتامني ان انا اوصل لحضرتك السلام، وان لازم تستمروا على كل المستويات سواء مدارس او جامعات والناس متابعه في كل حته. فبصراحه نجاح الحمد لله، يعني الواحد مبسوط ان هو موجود وقادر ان هو يساهم في الموضوع ده. طبعا انتوا جزء مهم جدا في هذا النجاح. لو عائلات مصر مش عارفه تجاوب البرنامج عمره ما هينجح. صح. هينجح ازاي؟ هو بينجح بيكم، هي عوامل بتكتمل في منظومة سليمة عشان كده بتكمل. الحمد لله. عائلة نيازي طبعا انا عارف انتوا عايزين العلامة الكاملة، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في ماتش النهاردة. بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عائلة نيازي. طبعا النهاردة كالعادة معانا طلبة المدارس جايين يشجعوا العائلات المصرية ويكتسبوا خبرة من داخل الاستوديو. معانا النهاردة 4 مدارس: مدرسة راهبات الكارمليت شبرا مصر، ومدرسة الدلنجات الثانوية بنات البحيرة، ومدرسة الشهيد أحمد الرفاعي طنطا الغربية، ومدرسة عمر بن الخطاب بالثانوية المشتركة بني سويف. نحيي كلنا الأربع مدارس. نبتدي ماتش النهاردة والموسم الخامس لعبقرة العائلات، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: تولى سلطان هيثم ابن طارق آل سعيد حكم إحدى الدول الخليجية عام 2020، فما هي؟ سلطنة عمان. سلطنة عمان طبعا إجابة صحيحة. السلطان رقم 14 لسلطنة عمان اتولى الحكم بعد وفاة السلطان قابوس. طبعا أستاذ مصطفى من حقك تختار مين اللي بتدي الأول، إيه رأيك؟ قالت نيازي. قالت نيازي هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. فقرة العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. إمتى الجوكر يا مهجة؟ الأدب. والله بيدبسني. أنا هدبسها في الأدب. لا إحنا نسأل باباك، إمتى الجوكر؟ تاريخ إن شاء الله.
هو عايز يدبس موجة في الأدب. أيوه. ولكن باباك حنين. بعدين نسمع كلام باباك، أفضل لاعب الماتش اللي فات ب 95 نقطة نحيي كلنا. تألقت. تسلم. جغرافيا، والسؤال هو ما هي أطول بحيرة للمياه العذبة في العالم؟ أطول بحيرة للمياه العذبة في العالم، طول البحيرة 660 كيلومتر، مساحتها 32 ألف كيلومتر مربع، تاني أعمق بحيرة في العالم. أستاذ مصطفى إجابتك. بحيرة ناصر. بحيرة ناصر. بحيرة ناصر إجابة خاطئة، مش بحيرة ناصر. في إجابة يحيى؟ بحيرة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا يا يحيى، إجابة خاطئة. 50-50، إيه رأيكم؟ لا ليه، خسارة، هيتجاوب في ثانية. الإجابة الصحيحة تنغانيكا، على الحدود بين تنزانيا وبروندي وزامبيا والكونغو الديمقراطية. أول سؤال طار من عيلة نيازي، عيلة طه. سؤال في جغرافيا، إمتى ذكر يا يحيى؟ تاريخ. اتفقنا. جغرافيا، والسؤال هو يقع جبل كازبك على الحدود بين جورجيا ودولة أخرى، فما هي؟ يصل الارتفاع 5030 متر. أول تسلق للجبل كان 1868، جبل بركاني جليدي خامل. روسيا. روسيا. روسيا إجابة مين؟ هو آسر ومصطفى. آسر المسؤول. أو آسر. روسيا إجابة صحيحة. برافو عليك آسر. برافو عليك آسر، 10 نقاط. برافو عليك، هدية من آسر لمامته. برضو مصطفى ومي، انتوا عملتوا كويس أول ماتش اللي فات، اتعادلتوا مع بعض 50-50. الحمد لله. الحمد لله. اتكلمتوا في الموضوع ده لما روحتوا؟ لا ما خدتش بالي. حسبناش. طيب احسبوا بعد كده بقى، أو احنا هنحسب ونقول لكم إن شاء الله. 10 عائلة طه، سؤال في التاريخ لعائلة نيازي، دوس على البازر. للأسف غيروا رأيهم الاثنين. يا نهار أبيض، هنسمع كلام ديمقراطي محمود. ديمقراطي بس حلوه عشان تعرفوا مين اللي ديكتاتور. بس انا احييه على كده. عندها روح رياضيه. انا لو منك بقى ادوس على البازر. سؤال سهل تاريخ، والسؤال هو براتيبا باتل هي اول امراه تشغل منصب رئاسه احدى الدول الاسيويه عام 2007، فما هي؟ من 2007 ل 2012 اتعرضت لانتقادات بسبب إسرافها في استخدام أموال الدولة، حولت بعض أحكام الإعدام للسجن المؤبد. أستاذ مصطفى إجابتك. بنجلاديش. إجابة خاطئة. رحت للاختيار الأصعب. آسر. الهند. الهند طبعا، إجابة صحيحة. برافو عليك يا آسر، 10 نقط. النتيجة 20 عيلة طه، مفيش نقط لعيلة نيازي. هناخد الجوكر، ندوس على البازر. تاريخ، والسؤال صدر أول دستور بالوطن العربي في العصر الحديث بإحدى الدول عام 1861، فما هي؟ كان يعرف بوثيقة عهد الأمان، تضمن تنظيم الحياة السياسية والحد من سلطة الحاكم، دولة من عرب إفريقيا. مصر. فكرت ولكن هي مش مصر.
ويحيى بيكتب وآسر نزل رأسه أول ما قلت مصر. كان عندك إجابة تانية؟ خليها عندك ما تقولهاش. كان عندك إجابة تانية، احتمال أرجع لك في 50-50. خلينا نشوف. إجابة خاطئة. عيلة نيازي في إجابة؟ محمود، أنا بحب المغرب. أنت بتحب المغرب، هي مش بالحب، ملك التخمين. أخفق المرة دي. إجابة خاطئة. 50-50. دوس على البازر. اختيارين بعشرين أو ناقص عشرة. ليبيا، تونس. تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. إجابة صحيحة، هي تونس فعلا. يحيى قال لك كده من الأول. يحيى قال لي ليبيا. قلت ليبيا. قلت ليبيا. يا نهار أبيض، ستر ربنا بقى إنها عدت على خير. الحمد لله. 20 نقطة، النتيجة 40. عيلة طه، مفيش نقط لعيلة نيازي. سؤال في الأدب، الجوكر يا مهجر. أدب والسؤال، من الأديبة المصرية المعاصرة مؤلفة رواية أيام الشمس المشرقة؟ اتنشرت 2022. القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2023. الرواية بتتكلم عن حياة المهاجرين في البلاد الجديدة وإزاي أصبحت مقبرة لأحلامهم. غريبة جدا يا محمود، جدا. قائمة قصيرة للبوكر السنة دي. في إجابة في عيلة طه؟ خالص. أعتقد 50-50. طبعا. رواية حول البحث عن الهوية وتيه الهجرة. أميمة صبحي، ميرال الطحاوي. مين بقى يا مهجة؟ ميرال الطحاوي. أحمد أبو ضيف بيسقف. أحمد أبو ضيف لما بيسقف بتبقى إجابة إيه؟ صحيح. إجابة صحيحة. 20 نقطة، مهمين جدا لعيلة نيازي. 20 عيلة نيازي، 40 عيلة طه. سؤال لعيلة طه في الأدب، أدب والسؤال. النشيد الشامل هو ديوان لشاعر تشيلي، فمن هو؟ 1950 والترجم للعربية 2002. قصائد عن عذاب الأوطان تحت جحيم السلطة. حصل على جائزة نوبل 1971. عيلة نيازي فيه إجابة؟ لا. أشهر شاعر لاتيني بابلو نيرودا. لا مش عارفه. معلش أرلك. سؤالين في العلوم، أول سؤال لعيلة نيازي، علوم وسؤال. داء ميناماتا هي متلازمة عصبية تنتج عن التسمم الشديد بأحد عناصر المجموعة الثانية عشر، فما هو؟ اتسمى نسبة لخليج ميناماتا اللي في اليابان بعد ما اكتشفوا ان في مصانع للمواد الكيميائيه بتسرب ميثيل العنصر ده لمياه الخليج، فانتقل ليهم المرض من خلال الاسماك والمحار. محمود اجابتك؟ الرصاص. الرصاص، فكرت ولكن اجابه خاطئه، مش الرصاص. عيلة طه في اجابه؟ مصطفى. النحاس. النحاس، صعب. إجابة خاطئة. الزئبق. كنت أقول والله، كنت أقول. كنت هتقول إيه يا حي؟ ما قلتش ليه طيب؟ الحمد لله. هارلك، آخر سؤال في الفقرة لعيلة طه، علوم والسؤال. ما هي الدولة الآسيوية المصنعة للتلسكوب العملاق سكاي آي؟
اكتمل بناؤه عام 2016. بدأ في الخدمة في 2020. بيتميز بفتحة عدسة قطرها 500 متر وهي الأكبر في العالم. إزاي تستنوا 20 ثانية؟ نسمع المعلومة كاملة. سمعت المعلومة كاملة. إجابة كاملة. الصين. الصين إجابة صحيحة. ممكن حد يتلخبط ما بين الصين واليابان. عشان نقط النتيجة 50 عيلة طه سيوف اسكندرية، 20 عيلة نيازي بنا الأليوبية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 35,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. الموسم الخامس عبقرة العائلات، ومباراة جميلة جدا ومهمة جدا ومصيرية في المجموعة الثانية. وهفكركم بالنتيجة: عيلة طه سيوف اسكندرية 50، عيلة نيازي بنها الأليوبية 20. ومعانا النهاردة في الاستوديو مايكل وماركو جاد. مايكل وماركو جاد يا هيتأهلوا يا عيلة طه هتتأهل. بعدين هم قاعدين ناحية عيلة طه عشان يشجعوها. شجعونا. يشجعوكوا وهم عايزين عيلة نيازي تكسب. طبعا في حالة فوز عيلة طه فهم كده عملوا اللي محدش قدر يعمله بصراحة، فألف مبروك ليهم. إن هم كسبوا عيلة نيازي. آه طبعا. والله بتفكر حلو، خسارة عيلة نيازي. طبعا برضو فيها فكرة. لا ده بيسخنوا علينا كده. لا حبيبي. بيسخنهم فعلا. حلو، عجبتني، ملعوبة. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا مش عايزين نتعب مدام منال. تسلم يا رب. أول اتنين معايا أستاذ مصطفى ومحمود. محمود وأستاذ مصطفى. معلومات عامة، والسؤال هو: كلوديا نولت هي من أصغر الوزراء في تاريخ إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ اتولت المنصب 1994 ل 1998 وكان عندها 28 سنة. مصطفى إجابتك. إيطاليا. إيطاليا إجابة خاطئة. الوزيرة الفيدرالية للأسرة وكبار السن وشؤون الشباب. الدنمارك. محمود طبعا إجابة خاطئة. ألمانيا. ألمانيا صح يا مهجة، هي فعلا ألمانيا. سؤال في الرياضة يحيى ومدام منال. دول بيغيروا الاستراتيجي. رياضة، والسؤال هو: من هو حارس المرمى الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2022؟ استنى أقول لك كم معلومة. أنت معاك مدام منال، يعني مستعجل ليه؟ كده مش قادر أقول لك أي معلومات. أوليفر كان. أوليفر كان يا يحيى. إجابة خطر. 20 مباراة في أربع نسخ. مدام منال عندك إجابة؟ سؤال مش سهل الحقيقة، صعب، ما فيش إجابة. مو جميل. مانويل نوير. حطم رقم نوير. هيجو لوريس. هيجو لوريس. برافو يا تسمع. عشان كده يحيى ما تستعجلش، بطل العالم مع فرنسا في 2018 والوصيف في 2022. لا حصل خير. طبيعي يبقى اول اختيار في دماغك. طب حارس مرمى الفريق مين؟ توتنهام. برافو عليك، شوف يعني عندك كل المعلومات. قصاره
سؤال في التكنولوجيا آسر وأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى وآسر دول غيروا كل الاستراتيجي، يعني بيلخبطونا. تكنولوجيا، والسؤال هو في أي دولة يقع المقر الرئيسي لشركة السيارات فورد؟ أستاذ مصطفى، الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً أمريكا. طبعاً إجابة صحيحة. أسسها هنري فورد 1903. نتيجة غيرت 30 عائلة نيازي، 50 عائلة طه. مهجة طبعاً، ومدام مي، مي ومهجة، مهجة ومي. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 198 على 6 زائد 5 في 16 يساوي كام؟ 198 على 6 زائد 5 في 16. مهجة؟ 113. 113 يا مهجة، هارد لك. إجابة صحيحة. اتخضيت يا بعدين اصل بابك زعل، معرفش زعل ليه. النتيجة اتغيرت: 40 عيلة نيازي، 50 عيلة طه. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور ريا في فيلم إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة؟ مين بقى؟ رأي إبراهيم. يا رأي إبراهيم، للأسف الشديد. بس خلاص، بس أرجوك أرجوك، دي غلطة صيام. طبعا. أيوة غلطة صيام، طبعا غلطة صيام، مفيش مشكلة. معلش، هارد لك، هارد لك، وهدية مقبولة طبعا. أنا عارفها بالله. للأسف الشديد إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب بقى؟ مدام منال. نجم إبراهيم. طبعا اتعادلتوا، إجابة صحيحة. في اللحظة دي عيلة جات في دور الثمانية. أغاني موسيقى، والسؤال هو سمارة هي أغنية الفنانة سودانية، فمن هي؟ محمود. جواهر. جواهر، إجابة صحيحة. من تألفها وألحنها وغنتها في 2002. 10 نقط: 60 عيلة نيازي، 50 عيلة طه. السؤال الثالث: لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي من دول آسيا الوسطى يقع مسجد نور سلطان؟ تم افتتاحه 2022 على اسم رئيس للدولة نور سلطان. مش هكمل اسمه. سلطنة بروناي. طبعا لا، سلطنة بروناي ده على اسم العاصمة. إجابة خاطئة. يتسع لحوالي 30,000 مصلي، واحد من أكبر 10 مساجد في العالم. مصطفى إجابتك. واحدة من الاثنين بس، يعني إيه؟ أوزبكستان. والتانية؟ كازاخستان. أنا قلت لك أبو أنت حرام عليك يا مصطفى. للأسف الشديد نور سلطان هي فعلا كازاخستان. إجابة خاطئة. الحمد لله، الحمد لله. طيب آخر سؤال يحيى وآسر، من سؤالكم هو بالعافية هيبقى سؤال الكبار، خلينا نشوف هتفتكروا ولا لا. سرعة البديهة، والسؤال هو كم مليما في التعريفة؟ 5 مليم. لا انا عارف. بتعرف؟ اه طبعا. طب اتخطف منك البازر. إجابة صحيحة. أصل كلمة تعرف معناها الأجرة.
كانت أجرة موحدة لركوب الأتوبيس في مصر كانت تعريفة 5 مليم. تعريفة 5 مليم. النتيجة في نهاية الفقرة 70 عائلة نيازي، 50 عائلة طه. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 25,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 60,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. عباقرة العائلات الموسم الخامس ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. عائلة نيازي بنها الأليوبية 70، عائلة طه سيوف اسكندرية 50. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط آسر ومدام منال، مدام منال وآسر. آسر هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. مدام منال اتفضلي مكاني. حد دربك على تحت الضغط؟ انا من الموسم اللي هو اللي فات كان محمود اللي دربني. محمود كويس. طيب عايزين نطمن على آسر. آسر تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي دولة تقع مدينة مونتريال؟ المانيا. غلط. وكالة عطية رواية الاديب مصري راحل، فمن هو؟ بوس. من هو قائد جيش المسلمين في معركة القادسية عام 15 هجريا؟ خالد بن الوليد. غلط. في أي محيط تقع جزيرة جاوة؟ الهادي. غلط. فنانة قامت بدور إنعام في فيلم الأراجوز، فمن هي؟ ميرفت أمين. صح. ما هو ربع العدد 880؟ 220. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ موزمبيق فرنسية. غلط. أنا وليلى هي أغنية المطرب عربي، فمن هو؟ كاظم الساهر. صح. كويس تفضلي. كويس. ثلاث إجابات صح من 8. سليم عايزين آسر ينضم لينا، يعني إحنا مقدرين إن حضرتك تعبانة، فكويس جدا ثلاث إجابات دول تمام. آسر تفضل. بص آسر، أنا قلت 8 أسئلة من 10. مدام منال كانت هادية جدا في اتخاذ القرار، يعني حتى ما بتقول باص تاخد لها ثانيتين تلاتة. جاهز؟ جاهز. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة تقع مدينة مونتريال؟ باص. وكالة عطية رواية الأديب مصري راحل، فمن هو؟ يوسف السبيعي. غلط. من هو قائد جيش المسلمين في معركة القادسية عام 15 هجريا؟ خالد بن الوليد. غلط. في أي محيط تقع جزيرة جاوة؟ أطلنطي. غلط. فنانة قامت بدور إنعام في فيلم الأراجوز، ما هو ربع العدد 880؟ 220. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ إنجليزية. غلط. أنا وليلى هي أغنية المطرب عربي، فمن هو؟ بوس. من هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كرة اليد حتى عام 2022؟ يحيى الدرع. غلط. الأحمر. أحمد الأحمر. ده ما ينفعش تغلط فيها دي، ده كان سؤال سهل. كم إجابة صح؟ واحدة. إجابة واحدة من 9. ومدام منال 3 إجابات صح من 8. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. سؤال الأول، في أي دولة تقع مدينة مونتريال؟ طبعا كندا. سؤال الثاني، وكالة عطية لخيري شلبي. من هو قائد جيش المسلمين في معركة القادسية؟ انتوا الاثنين قلتوا خالد ابن الوليد، وهو في الحقيقة سعد ابن أبي وقاص. ابن أبي وقاص بالضبط كده. سؤال الرابع، في أي محيط تقع جزيرة جاوة؟ في المحيط الهندي. سؤال السابع، اللغة الرسمية في دولة البرتغالية هي اللغة البرتغالية. والهداف التاريخي المنتخب مصر أحمد في كرة اليد طبعا أحمد الأحمر. كلنا نحيي مدام منال وآسر. آسر ومدام منال تفضل. على بالك. حصل خير.
برافو عليك. ماشي. اسر كنت كام يا اسر؟ 50. 50 واجابه صح بقيته 55. مدام منال كنت كام؟ 70. 70 وثلاث اجابات صح 15. و10 نقط هديه من اسر 25 95. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء من مكاننا. أول اتنين يحيى ومهجة، مهجة ويحيى. السؤال الأول جغرافيا، في أي دولة شامية تقع هضبة اللجاة؟ اتسمت بكده عشان لجوء الهاربين ليها بسبب طبيعتها الوعرة، أكثر ارتفاع 1140 متر. يحيى إجابتك إيه؟ العراق. العراق للأسف الشديد إجابة خاطئة، معلش ولكن برافو عليك. موجة عندك إجابة؟ الأردن. مش الأردن، هي سوريا. إجابة خاطئة. سوريا زي ما باباكي قالك بالظبط، هي سوريا. لسه ما عندناش أهداف. الأستاذ مصطفى طه والأستاذ مصطفى نيازي. سؤال التاني، فنون، فنان راحل قام بدور محمود في فيلم المرأة والسطور، فمن هو؟ مين بقى؟ أبو بكر عزت. أبو بكر عزت الهدف الأول. مش معقول إيه اللي بيحصل. كان بطولة نبيل عبيد، عبد المنعم مدبولي، دنيا عبد العزيز، ومن تأليف وإخراج سعيد مرزوق. هدف بلا مقابل. مدام منال ومدام مي، مدام مي ومدام منال. السؤال الثالث، معلومات عامة، أحد أحياء القاهرة يعني اسمه العشش في اللغة التركية، فما هو؟ اتسمت بكده في عهد محمد علي لما بنى لحشيته عشش من البوص. مدام منال في انهي منطقه في القاهره تفتكر؟ الزمالك. برافو عليك، برافو عليك، هي في الزمالك فعلا. مدام منال الهدف الاول، هدف مقابل هدف. دلوقتي عندنا اسر ومحمود، محمود وآسر، هاتوا الورقة والقلم وتعالوا انتوا الاتنين عشان تكتبوا. السؤال اللي جاي معلومات عائلية، يحيى ومهجة هاخد منكم إجابة. اتفقنا؟ طبعا يا يحيى مالكش دعوة خالص بآسر. أنا مديها ظهري. أيوة. السؤال الرابع معلومات عائلية، ايه اكتر حاجة بتبسط اخوك وبتعصب اخوك؟ ايه اكتر حاجة بتبسط اختك وبتعصب اختك؟ سؤال دمه خفيف. ايه اكتر حاجة بتبسط يحيى؟ تمام، هناخد من محمود وهناخد من آسر. نروح ليحيى. يا يحيى، ايه اكتر حاجه بتبسطك وايه اكتر حاجه بتزعلك؟ لما بلعب كوره اكتر حاجه بتبسطني. صح، آسر موافق. طب اكتر حاجه بتزعلك ايه؟ حد يبرد عليا. حد يبرد عليك؟ دي اسكندراني. اسكندراني. اسكندراني اصلي. يبرد عليك يعني يغلس عليك. مين ده اللي يغلس عليك؟ تعال لي هنا، تعال لي، قرب لي هنا، قرب لي. آسر بيغلس عليك؟ أسرة؟ لا، ده ما نقدرش، ده الجنبنايه بتاع العيلة، ده المدلع بتاعنا، ده ما نقدرش نقرب له. طيب بص بقى، أخوك ليه رأي تاني. لعب الكورة، احنا اتفقنا، ولكن الزعيق يحيى ما بيحبش الزعيق، وعندك حق، أنا كمان ما بحبش الزعيق. برافو عليك يا يحيى. الحمد لله. ولكن للأسف الشديد مش هتتحسب هدف. نروح بقى للنجمة بتاعتنا.
اكتر حاجه بتبسطك ايه؟ ان الاهلي يكسب او ياخد بطوله. عايز اقول لك حاجه، انت اللي غلطان. ليه؟ لان هي اهلاويه صرف. لا لا كلها بس موجه بعد الترند ده الاهلي بقى في دمها. هو كده كده في دمي والله. طب اكتر حاجه ما بتحبيهاش ايه؟ ان الاهلي يخسر. طب دي انا جاوبها لها ازاي دي بقى؟ والله بجد دي اكتر حاجه بتزعلني. لا انت عارفه زي ما اسر فكر بالظبط، الزعيق. انت كمان ما بحبش الزعيق. انا كنت هقول الزعيق في الاول بعدين ما هي كده مش فارقه كده، بس يعني الحياه بقت مبنيه على الاهلي. الاهلي يكسب الاهلي ما يكسبش مش معقوله. محمود بقى كاتب اكتر حاجه بتبسطك ان يجيلك هديه، واكتر حاجه بتزعلك او ما بتحبيهاش الزعيق. هو لو منه هو كانت ممكن تبقى كده، لكن في العموم زي ما انا قلت بقى. هاردك يا محمود وهاردك يا ياسر، اتفضلوا. هدف مقابل هدف في الحاله دي، هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ب 25 نقطه ليكم انتوا الثمانيه، يعتمد على السرعه. الهدف الذهبي، تاريخ حادثه ساكورا دامون هي محاولة اغتيال امبراطور اسيوي عام 1932، فمن هو؟ هيروهيتو. هيروهيتو الهدف الذهبي. امبراطور اليابان في 9 يناير محاولة فاشلة من كوري حاول يغتاله بقنبلة يدوية. 25 نقطة لعيلة طه، 80 عيلة طه، 95 عيلة نيازي، وطبعا هنرجع تاني لماركو ومايكل. ماركو ومايكل الاثنين ابتدوا يقلقوا تاني بعد ما كان ابتسامتهم قد كده، رجعوا اتخضوا. تعالي الطه رجع تاني في المباراه، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده عائلات مصر جمعت 55 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 27500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 87500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. الموسم الخامس عبقرة العائلات، ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وأفكركم بالنتيجة. عيلة نيازي بنها الأليوبية 95، عيلة طه سيوف اسكندرية 80. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، ومين صاحب المركز الأول ومين صاحب المركز الثاني. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال مصطفى محمود نيازي. اتفضل يا مصطفى. نشوف مصطفى والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. رياضة. سؤال في الرياضة. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. رياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الحاصل على بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2020-2021؟ مش هقدر أقول أي معلومة غير بعد الإجابة. 5 ثواني، ثانيتين. محمود إجابتك. تشيلسي. تشيلسي. موافق يحيى؟ لا. يحيى مش موافق. إجابة خاطئة. ده دوري الأبطال. يحيى متحمس. يحيى. فياريال. فياريال على مانشستر. إجابة صحيحة. استنى استنى، كسب مين؟ مانشستر يونايتد، كانوا شاطوا 11 ضربة جزاء وفي الآخر دخية ضيع. 11-10 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة. اللقب الأول لفياريال. 100 عيلة طه، 95 عيلة نيازي. السؤال الثاني سراج الدين مصطفى.
السراج اللي عامل مشاكل في البيت. هنشوف السراج هيجيب لنا ايه. يا رب يا رب. شاطر. قدرات ذهنيه. سؤال ب 20 نقطه ولا ب 30 نقطه؟ ايه مصطفى، 30 ولا ب 20؟ ب 20. قدرات ذهنيه. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 15 في 9 زائد 140 في 8 يساوي كام؟ 15 في 9 زائد 140 في 8 يساوي كام؟ 5 ثواني، 2 ثواني. مي إجابتك؟ 2255. 1255 إجابة صحيحة. 20 نقطة مهمين جدا لعيلة طه. 120 عيلة طه، 95 عيلة نيازي. سلمى، سلمى محمود، السؤال ده لو طار من عيلة نيازي عيلة طه إلى دور الثمانية. فنون، سؤال ب 30 نقطة طبعا. فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بدور علي مبارك في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ بطولة أحمد وفيق، باسم سمرة، ميرنا وليد، نادية رشاد، وأحمد حلاوة. مفيش إجابة؟ ألف مبروك عيلة طه الصعود لدور الثمانية، وهارد لك لعيلة جاد. للأسف الشديد كده عيلة جاد ودعت البطولة. في مفاجأة من العيار التقيل: بطل الموسم الثالث تلقى أول هزيمة في تاريخ برنامج العباقرة من عيلة طه. مش هزيمة والله، بالعكس. لا دي هزيمة. الله، الهزيمة مش حاجة وحشة، عادي يعني، ما فيش حد بيكسب على طول. في إجابة؟ لا لا، أول مرة أسمع. ما فيش إجابة. الإجابة الصحيحة كمال. كمال أبو ريا. أبو ريا. ماما قالتها بس بعد ما قلت لك تقول لي. ما تدوسي ما تدوسي. أنا عايزك تزعقي. كمال أبو ريا قولي لا. قالت له كمال أبو ريا لا لا، ده ابن واحد مخرج. هو قال لا، ده ابن واحد مخرج. أنا قلت لهم أنا بساعدكم، أنتوا بتوع الفن، أنا ماليش في الفنون. طب سؤال يا مدام منال، لو الإجابة عندك ما تدوستيش على البازر ليه؟ ما قدامك بازر. بتلبسوا لنا وحضرتك في الفنون بتجاوبي على كل اسئله الفنون. حصل خير. ماركو منار دلوقتي. ماركو، ماركو زعلان. مبروك لهم طبعا، يعني بذلوا مجهود طيب جدا. الف مبروك لعيله طه، وهارد لك لعيله جاد. الحقيقه هنفتقد عيله جاد في دور الثمانيه. نحيي كلنا عيله جاد. اخر سؤال، أمير فتحي، تفضل. آخر سؤال أمير فتحي، وهنشوف موضوع السؤال إيه. حلو. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 طبعًا. 20 طبعًا. ب 20 طبعًا. ب 20 طبعًا معناها عيلة طه هتبقوا التاني. هتبقوا التاني. لا هتبقوا التاني عادي طبعًا. وده طبيعي طبعا. يعني طبيعي طبعا. آخر سؤال علم، والسؤال هو أدب. بيع نفس بشرية هي متتالية قصصية الأديب مصري معاصر، فمن هو؟ اتنشرت 1987، 4 قصص عن بيع النفس البشرية بأرخص ثمن. أقول لك حاجة، أديب اسكندراني. إبراهيم عبد المجيد؟ لا، مش إبراهيم عبد المجيد. آه، إجابة خاطئة. يحيى هرجع لك. في إجابة؟ يحيى كنت عايز تقول إيه؟ يوسف زيدان؟ لا، يوسف زيدان عايش في اسكندرية، آه، بس هو مش اسكندراني. محمد المنسي أنديل. محمد المنسي أنديل، زي ما أحمد أبو ضيف قال بالظبط. النتيجة في نهاية المباراة 120 عيلة طه السيوف اسكندرية،
95 عائلة نيازي بنها الأليوبية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة مصطفى طه 45 نقطة. ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثالثة: في الصدارة عائلة نيازي 6 نقاط 430 نقطة إجابات صحيحة. المركز الثاني عائلة طه 6 نقاط 400 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث عائلة جاد 3 نقاط 455 نقطة إجابات صحيحة. أعلى سكور في المجموعة الثانية لعائلة جاد. المركز الرابع عائلة غانم 3 نقاط 360 نقطة إجابات صحيحة. مجموعة نارية، تأهل فرق على سؤال. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 215 نقطة، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 107500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,902,500 جنيه من البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. ألف مبروك لعيلة طه وهاردك لعيلة جاد. الحقيقة هنفتقد عيلة جاد في دور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية